هذه التظاهرات وهذا الاعتصام يتضمن عدة فعاليات، منها مثل ما تشوفون معرض للكتاب، معرض للوحات الفنية وندوات ثقافية وفنية، مختلف الجوانب الثقافية والأدبية والسياسية. الكتب اللي موجودة مختلف المواضيع، مواضيع سياسية وثقافية ودينية وعقائدية يحتاجها الشاب العراقي، يحتاجها المجتمع العراقي. نحن في أمس الحاجة اليوم الشعب العراقي في مواجهة حرب ناعمة، حرب تغيير، تريد من المجتمع تغيير القيم والعادات والتقاليد. الشعب العراقي اليوم، الشعب العراقي يحافظ على قيمه وعلى عاداته وعلى تقاليده وعلى المبادئ. نحن مجموعة من الفنانين أتينا مع أخواننا بالاعتصام لشد أزرهم بنوع بالثقافة والعلم، نريد نثبت للعالم بأنه نحن الموجودين، المهندسين والأطباء والفنانين، أزار واحد ويد واحد إن شاء الله. هذه اللوحات إن شاء الله ركزنا على أول شيء شهدائنا، لأنه هم الشهداء أكرم من عندنا كلنا، فطعمناها باللوحات الأخرى الطبيعيات على مود شنو، إحنا مو مختصين بس بالشهداء، بالحياة كلها إن شاء الله.